جدا مشاهدينا عن هذا الموضوع. ايضا يسعدنا تكون معنا في الاستوديو الاستاذه شيماء كامل، اخصائيه تربويه وتحليل السلوك، نتحدث ايضا عن اهميه القراءه لدى الاطفال وللاسف اختفائها نوعا ما هذه الايام. يا رسالة فيك استاذ دكتور. يا رسالة مشاهدي، هلا وسهلا فيك. يعني بالفعل لو تكلمنا عن القراءة لها أهمية جدا في تنمية مهارات الطفل وطبعا تقوية المعرفة والمهارات وكل هذه الأمور. بداية برأيك، هل التوجه للتقنية والأجهزة الذكية وقراءة القصة هذه من النت أو من خلال أيباد أو أي جهاز ذكي، هل هي نفسها القراءة اللي زمان تعودنا عليها من القصة العادية أو من الكتاب؟ مبدئيا زي ما حضرتك اشرتي ان التكنولوجيا الحديثه تبدو ان هي قللت الاقبال من العامة عموما، سواء الاطفال او الشباب، على موضوع الكتاب، لدرجه ان مثلا يقول انا هقرا الكتاب على النت مش هشتري. للاسف يعني الفكره ان الكتاب يبقى مقارب للانسان وهو بيقراه، في المدى بتاع الرؤيه ما بينه وما بين متابعه الصفحات بتاعه الكتاب قصير، ده نفسه بيدي متعه غير عاديه، بينقل عالم اخر بين ايدين الطفل او بين ايدين الانسان. لكن انت لما بتتابعي مونيتور او شاشه لازال هناك حاجز بينك وبين انتقالك لهذا العالم. نعم. حتى احنا ربينا على هذا الشيء، فيبقى الكتاب ومطالعه الصفحه او وقلب الصفحه احساس اخر، حتى بيدي للطفل نوع من، او للقارئ عموما، بتكلم على القارئ عموما، نوع من الانجاز. دي انا فرحانه انا هقلب صفحه، كل مره بيحس ان هو انجز او ان هو حقق حاجه او ان هو بلغ لغايه او لهدف. دي نقطه. نقطه ثانيه، مجرد مطالعه الصوره زي ما قلت لحضرتك من مدى الرؤيه القريب بينقل عالم اخر ليا، بيخليني انا ادخل جوه هذا العالم، وما فيش حاجز بيني وبين هذا العالم اللي هو بيكون الشاشه او اكتب اسم كتاب وانتظر على ما يتحمل او انتظر على ما يجيلي، بيعمل فصل للتواصل. لكن يبقى الكتاب زي المصحف، زي ما بنطالع المصحف، يبقى يعني سمات القراءه الاساسيه اني اكون ماسك الكتاب واني اركز بعينيا واني اتواصل بصري كويس مع الصوره ومع الكلمه ومع حركه الصفحه ومع ايقاع الصفحه وهي بتتالف في اذني. كل دي من يعني زائد يعني اول حاجه طبعا المعلومه اللي انا باخدها، الحاجات دي نفسها بتدي احساس اخر، بتثقل نفسيه الطفل، خصوصا بتدي له نوع من الاحساس بالفرحه بالانجاز. صحيح. بتدي له نوع من الاحساس بان انا وصلت، انا وصلت لاخر الكتاب، انا وصلت، انا نجحت. ماما انا قريت الكتاب، ماما انا حسيت ان انا قفلت الكتاب، انا انتهيت، انا انجزت عمل. زائد طبعا المعلومات القيمه اللي بيدهاني اي نوع من انواع الكتب اللي انا بستخدمها. نعم صحيح. يعني البعض للاسف استاذ الشماء يعتبر انه دخول الورق او القراءه في عالم الاطفال يجب ان لا يبدا قبل المدرسه، انه هو المفروض يكون بعد ما يدخل المدرسه، انه وقتها ممكن يعطيه كتب او حتى اي شيء يقرا. ايش رايك في الموضوع؟ طبعا ده يعني اعتقاد مش سليم خالص. الابحاث اثبتت ان حتى الطفل وهو في بطن امه بيستجيب لصوتها لما تحكي له قصه. نعم. ودراسات اثبتت ان تحسين اللغه والتواصل البصري عند الاطفال اللي بيتابعوا صور او اللي بيتعرض لهم صور افضل من ذويهم اللي حرموا منها، لان ده نوع من الاثراء. بنسميه اثراء بيئي، اثراء بيئي منك ومن الصوره ومن الحكايه ومن الكلمه، عوامل كتيره جدا. فطبعا ده اعتقاد خاطئ جدا، بس اختار ايه اللي انا اعرضه للطفل، او الكتاب اللي انا اختاره للطفل يكون مناسب لعمره العقلي والزمني. يعني ايه عمره العقلي والزمني؟ سنه وقدراته في السن ده. يعني ما اعرضش لطفل صغير حاجه فيها كلام او فيها رسوم مركبه. انا اختار بالظبط انا ممكن ايه اطالع ابني او اخلي ابني يشوف ايه وهو طفل لسه عمره سنه، وهو عنده سنه ونص، وهو عنده سنتين، من بدايات قدرته على الامساك. انا بعوده انه يمسك قصه، اعلمه مفاهيم كتيره جدا من كلامي انا من خلال الصوره. هو مش هيقرا، لكن انا اللي هعلق. زي جدتنا زمان لما كانت بتحكي لنا القصه، هي كانت بتحكي لنا، ممكن تورينا الصوره واحنا مرتبطين بسماع صوتها. يعني لحد ما بنكبر لو في معلومات اخلاقيه او معلومات خاصه بالتقاليد اللي تربينا عليها، اللي قالتها لنا جدتنا، او قصص قبل النوم، احنا مش فاكرين الكلام، احنا ما كناش بنقرا الاحرف، لكن فاكرين ايقاع صوتها وهي بتحكي وشكل الصورة. فإذا هناك يعني اختيار صحيح لما يعرض على طفلي، وفي أي مرحلة من ما قبل المدرسة
متاح طبعا ان انا اعرض للطفل اي حاجه، ده مفضل. انت لو هتلاحظي انت بتصنعي قائد، انت كل ما اعطيتيه افكار واراء قبل دخول المدرسه هيدخل المدرسه قائد ليدر. صحيح. يعني قادر ان هو يفرض نفسه على المجتمع بالفعل. الصغير بتاعه اطفاله وعلى المجتمع الكبير. جميل. ومن هنا يمكن استاذه نقدر نقول انه فعلا هناك اساليب ترغب الطفل في القراءه. يعني قبل شويه استاذه فاطمه حسين كانت معنا تقول انه فعلا بالفعاليات اللي بتقيمها المكتبه في اساليب ترغيبيه للطفل حتى يتوجه للقراءه ويبتعد شويه عن الاجهزه الذكيه. هنا ايش اهم الاساليب وخاصه اللي بتتبعها الام والاب حتى تخلي تغرس تنميه حب القراءه لدى هذا الطفل؟ طبعا مهم جدا السؤال ده. واول حاجه انا بعتبرها اساس الموضوع كله اني اقدم النموذج. يعني ايه اقدم النموذج؟ في حياتنا عموما وفي اي تعليم واي يعني اي شيء بقول دايما الاب والام لازم يكونوا النموذج. انت لازم اتكلمت قبل شوي يعني قبل الهواء صح فعلا لازم انت بتطلب مني انت يا بابا بتطلب مني ان انا اقرا او يا امي بتطلب مني طب انا مش بشوفك تقري او انا مش بشوفك تمسكي كتاب او فلازم انا علشان اطلب ده من ابني لازم اقدم النموذج. لازم انا يكون في مدار رؤيته بيشوفني اقرا كأبه بيشوفني اقرا كأم. دي اساس الموضوع. اختار ما يقدم لابني. يعني الكتاب زي ما قلت مسبقا ان مش اي كتاب طبعا انا اكون حريص على تقديم الكتب لابني. كل واحد مننا بيبقى عارف كويس ابنه ميال لايه. اللي بيحب الرسم واللي بيحب الشعر واللي بيحب الخيال العلمي كلنا بنحس في اولادنا نوع من الميول حتى من خلال مشاهدتهم للافلام. صحيح. فانا هقدر احدد اتجاهات ابني من النقطه دي وبالتالي اختار له الكتاب في البدايه اللي بيتماشى مع ميوله واتجاهاته عشان يقبل عليه. لانك انت عشان تفرضي على الطفل انه ينعزل عن التلفزيون وعن اللعب بكتاب فمش هينفع. مثلا هو مثلا اقول له خد كتاب في الادب العربي مثلا فلازم اختار حاجه اولا محببه مصممه خصيصا له كطفل، ثانيا ان هي تكون تتفق مع ميول. بيحب الرسم او اجيب له حاجه عن الفن وازاي ترسم، بيحب الشعر اجيب له حاجه عن الادب واراعي لو الشعر يكون حديث بلاش الشعر العربي. هيجي مرحلته هي هتيجي مرحلته بس لما ابدا علشان اجذب الطفل لهذا العالم لان القراءه ده عالم. دي اول حاجه لانك انت بتخصصي له وقت وبتخصصي له مكان فاصبحت انت بتنعزلي عن عالمك اللي فيه تلفزيون وفيه زيارات وفيه الى عالم اخر عشان تدخلي اللي بقى جوه عالم الكتاب اللي هو حبه خيال علمي اللي هو حبه علوم اللي هو حبه قراءة في الأدب. يبقى إذن أول حاجة نقدم النموذج، تاني حاجة أختار الكتاب يكون يتفق مع قدرات ابني العقلية عمره الزمني وميوله الشخصية. وطبعا أوفر مكان في البيت مناسب للقراءة يعني ما يكونش فيه مشتتات علشان أخد أكبر قدر من الاستفادة من الكتاب. زائد أن أنا أحرص في بيتي يكون في مكتب. أتمنى أن زي ما بنهتم بكل الديكور اللي في المكتبة وما تكونش ديكور. يعني إحنا تبقى المكتبة موجودة في بيتنا وكل فترة أحط أزيدها بالكتب وألم أولادي حوالي أقول شوف إحنا جبنا إيه الكتب إحنا المرة الجاية هنجيب كتب خاصة بكذا يلا اقترحوا مين حابب إن المرة الجاية تكون كتبنا خاصة بإيه طب مين هيشارك من مصروفه. لازم الموضوع يكون يعني جماعي شوية جماعي ويكون مشترك في نوع من المشاركة. انا بشارك كطفل فانا هتحمل مسؤوليه جميل. الكتاب وهحافظ عليه. يعني هنا مهم جدا انه زي ما قلتي زياده عمليه الكتب ودائما بنقول انه مهم جدا انه نزيد عدد الكتب. يقول نجيب محفوظ انه قارئ الكتاب او قارئ الحرف هو المتعلم بينما قارئ الكتاب هو المثقف. هنا لابد هنا يدل على اهميه الكتاب قديش بيزيدنا ثقافه ومعرفه. كلمه اخيره حابه تضيفيها لكل اهالي بيتابعونا او اسره. أنا كلمة أخيرة بس أقولها لكم كلكم رجاء خاص اهتموا بالقراءة بجد وعن تجربة شخصية مع أولادي. الدراسات أثبتت علاقة وطيدة ما بين صناعة الطفل المبدع وتدريبه على القراءة. أنت عايز موهوب، أنت عايز موهوب في الدراسة يطلع طبيب يطلع مهندس، في فرق بين الموهوب وممارس المهنة. يعني أنت ممكن تطلع مهندس ممارس للمهنة بشكل آلي، لكن هو ممكن يبقى موهوب في الهندسة اللي هو كان قارئ ومطلع على العلماء اللي قبله واللي سبقه. نفس الفكرة دي في أي مهنة. فأنت حابب أن ابنك يكون عنده وظيفة بيؤديها بشكل آلي وبالتالي مش هيرتقي مهما كان، واللي حابب انه يكون مبدع في وظيفته اهتم بالقراءه. جميل. اهتم بالكتب، تابع المكتبات العامه. لان انا من فتره قريت انا بدايه ان اجيب لابني كتب قريت عرض لمكتبه الملك عبد العزيز بتدفع مبلغ ما مش كبير وعلى مدار السنه شهريا بيجي لك مجموعه من الكتب وبتشارك اراء يعني تحب ايه يكون خاص بايه في مجالات متنوعه جدا. يعني قبل ما تهتم يعني زي ما بتفكر هجيب الكتاب فكر
منين هجيب الكتاب؟ صحيح. تابع الاماكن اللي ممكن تيسر لك وصول الكتاب اليك. يعني الموضوع جدا مهم لنا ان شاء الله لقاءات ثانيه تحدثي بشكل اكبر عن الموضوع. شكرا لك يا استاذه شيماء كامل اخصائيه تربيه وتحليل سلوك. شكرا لك يا رجل. شكرا لك يا استاذه. أكيد مشاهدين راجعين لكم لآخر فقرة من فقرات برنامج حياتنا فقرة الشيف، لكن مع هذا الفاصل.